أهلا بكم في قناة العالمي على اليوتيوب. مادة الدراسات الاجتماعية للصف الرابع الابتدائي الترم الأول الوحدة الثالثة الموارد والخدمات في بلدنا الدرس الثالث معا لحياة أفضل. أولا الفرق بين السلع والخدمات. السلع هي التي تعني ما يتم إنتاجه ونقوم بشرائه مثل المنتجات الغذائية والأجهزة الكهربائية. يبقى السلع دي الحاجات اللي احنا بننتجها ونشتريها، زي ايه؟ زي الأكل، زي الأجهزة الكهربائية. الخدمات هي أي عمل أو نشاط تقوم به الدولة لتلبية حاجات أو رغبات المواطنين مثل المدارس والمستشفيات. يبقى الخدمات ده أي عمل أو نشاط الدولة بتعمله علشان تلبي حاجة ورغبات المواطنين، زي إيه؟ زي إنشاء المدارس، زي بناء المستشفيات. ثانيا الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين. تتنوع الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين، فتوجد واحد الخدمات التعليمية. تقوم الدولة بتوفير التعليم للجميع، بناء المدارس والجامعات، توفير المنح والبعثات الدراسية للطلاب. الدولة بتقدم خدمات كثير للمواطنين، من ضمن الخدمات دي الخدمات التعليمية. الدولة عملت المدارس والجامعات ووفرت التعليم للجميع وخليته مجاني، ووفرت المنح والبعثات الدراسية للطلاب المتفوقين. اثنين الخدمات الصحية. توفر الدولة المستشفيات والرعاية الصحية، وتوفر الدولة الأدوية والأمصار. يبقى الدولة عملت وبنت المستشفيات، والدولة وفرت الأدوية والأمصار اللي محتاجاها الناس. ثلاثة الخدمات البيئية. تعمل الدولة على نظافة الشوارع والميادين وتجميلها، مراقبة الأنشطة التي يمكن أن تؤثر على البيئة مثل النشاط الصناعي والزراعي. الدولة بتعمل على إيه؟ على نظافة الشوارع والميادين، وبتراقب الأنشطة اللي بتأثر على البيئة زي النشاط الصناعي والنشاط الزراعي. أربعة الخدمات الأمنية. رجال الشرطة مهمتهم حماية المؤسسات والقبض على الخارجين عن القانون. رجال الجيش مهمتهم حماية حدود الوطن والسهر على أمنه. الخدمات الأمنية عندك رجال الشرطة دورهم إن هم يحموا المؤسسات، وإن هم يقبضوا على الناس الخارجة على القانون، على المجرمين. أما رجال الجيش فدورهم حماية الحدود بتاعة الوطن والسهر على أمن الوطن من الأعداء. خمسة الخدمات الترفيهية والبيئية. تقوم الدولة بإنشاء الأندية الرياضية، الحرص على رعاية المواهب ونشر الفنون والثقافة، وإنشاء دور السينما والحدائق والمتاحف. إيه هي الخدمات الترفيهية والثقافية؟ الدولة عملت الأندية الرياضية، والدولة بتحرص على رعاية الناس الموهوبة، وبتنشر الفنون والثقافة بين الناس. الدولة بتعمل على إنشاء دور السينما والحدائق والمتاحف. ثالثا جهود الدولة لتحسين معيشة المواطن. تقدم الدولة عدة مبادرات لتحسين مستوى معيشة المواطنين، ومن تلك المبادرات واحد التطوير العمراني عن طريق إنشاء المدن الجديدة وتطوير العشوائيات، إنشاء الطرق والكباري. يبقى الدولة عملت مبادرات كثيرة عشان تحسن مستوى المعيشة بتاعة المواطنين. من تلك المبادرات اللي هي مبادرة التطوير العمراني، وده كان عن طريق إن الدولة عملت المدن الجديدة وقامت بهدم المناطق العشوائية وعمل
عمل مدن جديدة، والدولة عملت الطرق والكباري الجديدة. 2، مبادرة حياة كريمة، هدفها التخفيف عن المواطنين في المجتمعات الأكثر احتياجا، وذلك من خلال توفير 1، كافة المرافق والخدمات الصحية والتعليمية. 2، الأنشطة الرياضية والثقافية. ثاني مبادرة عندنا مبادرة حياة كريمة. المبادرة دي كان هدفها إن هي تخفف عن المواطنين في المجتمعات الأكثر احتياجا، المجتمعات الفقيرة، وذلك من خلال إيه؟ الدولة بنت المرافق والخدمات الصحية والتعليمية في المجتمعات الأكثر احتياجا، والدولة عملت أنشطة رياضية وثقافية في المجتمعات الفقيرة والأكثر احتياجا. 3، حملت 100 مليون صحة، هي إحدى المبادرات التي تهتم بصحة المواطنين، وانطلقت عام 2018. هدفها الكشف المبكر عن الإصابة ببعض الأمراض مثل التهاب الكبدي الوبائي، كما تقدم الدولة خدمات العلاج والمتابعة للمرضى. حملة 100 مليون صحة دي من ضمن المبادرات اللي بتهتم بصحة المواطن، ودي بدأت سنة كام؟ بدأت سنة 2018. وكان الهدف من الحملة الكشف المبكر عن الإصابة ببعض الأمراض زي مرض الالتهاب الكبدي الوبائي. وكمان الدولة قدمت خدمة العلاج ومتابعة المرضى المصابين بالأمراض. 4، الخدمات الإلكترونية، توفر الدولة العديد من الخدمات الإلكترونية التي تتم عن طريق شبكة الإنترنت إلى المؤسسات المسؤولة عنها، وذلك بهدف توفير الوقت والمال والجهد للمواطنين. أمثلة الخدمات الإلكترونية: استخراج الوثائق الرسمية مثل شهادة الميلاد وجوازات السفر، الاستعلام عن الفواتير الخاصة بالمياه والكهرباء والتلفونات والمخالفات المرورية. إيه هي الخدمات الإلكترونية؟ الدولة وفرت العديد من الخدمات الإلكترونية خلتها عن طريق شبكة النت. كان الأول إن أنت لازم تذهب إلى المؤسسات دي عشان تخلص الخدمة اللي أنت محتاجها، لكن دلوقتي عن طريق النت أنت بتخلص الخدمة اللي محتاجها، وده بتوفر الوقت والجهد والمال للمواطنين. إيه زي إيه الخدمات دي؟ زي استخراج الوثائق الرسمية مثل شهادات الميلاد وجوازات السفر، وكمان الاستعلام عن الفواتير بتاعة المية والكهرباء والتلفونات والمخالفات المرورية. في نهاية هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناة العالمي على اليوتيوب وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل ما هو جديد.